اليوم هسه اليوم نريد نحسب البصره ايش قد تجيها مدخلات وايش قد مخرجات، لكن اليوم البصره اذا تتعرض ايضا الى حقيقه انا اعتبرها اباده كارثه انسانيه. واليوم لو هناك احصائيه بسيطه من وزاره الصحه لرأيتم نسبه السرطانات مرتفعه، وهذه كلها سبب المياه، المياه امراض تراكميه ليس بالضروره، بعض الاحيان تكون هناك الطفح الجلدي وتكون هناك الاسهال المعوي وغير المغص وغيره وغيره، لكن الامراض التراكميه مو بالضروره انه تظهر. حتى كثير من امراض اللي يعني اللي نتكلم عن الصلع وغيره 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 وغيره، هذه هوايه اللي شخصها.